وأبدأ مع الأوائل. وضيف حلقتنا مع الأوائل هو موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في لقاء مع الإذاعية الكبيرة نادية صالح في برنامج كانت تقدمه بتكليف من البي بي سي باسم هذا المكان أحبه عام 1990. والعجيب أنه في هذا البرنامج لم تعجبه لندن وفضل عليها باريس مدينة النور. نهر النيل وموسيقارنا العظيم محمد عبد الوهاب، لوحة أمام عيني في هذه اللحظة في منزله، ما أحلاها وأسعدني بها. وسؤال واحد أتقدم به إليه، لو قلت لنا أستاذ عبد الوهاب هذا المكان أحبه، أي الأماكن بتختار وكيف يمكن أن يرتبط المكان بالحب عند الفنان؟ المكان في حياة الفنان هو في الواقع أنا بالذات، يعني أنا بصادق الأمكنة زي الأشخاص، يعني بعاشرهم، فما أقدرش أقول لك على مكان واحد، لكن أقول لك على أمكنة كثيرة. يعني مثلا بيتي أحبه، أوضة نومي أحبها، الأوضة اللي بلحن فيها أو برتب فيها ألحاني بمعنى آخر أحبها، لأن الألحان دي ما تجيش في أوضة معينة أو في مكان معين. لبنان، جبل لبنان أحبه لأنه كنت بروح في هناك مع المرحوم شوقي. مثلا طبعا الكعبة المكرمة أحبها وحبيتها ورحتها، واللي فيها ذكريات بيني وبين الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا دايما متصل بالله، لكن هناك الاتصال بيبقى يمكن أصفى والشفافية بتبقى أكتر. والمكان برضو بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، هناك لما بكيت على القبر الشريف ودعيت إلى الله، فدي كلها أمكنة بالنسبة لي، في أمكنة روحية وفي أمكنة تانية زي ما قلت لحضرتك لها علاقة بقى بالحياة اللي احنا عايشينها اللي هي بفني، وفي أمكنة لها علاقة بالعائلة، حياتي مثلا كنت أروح مع أولادي في حتة معينة نتغدى فين مثلا؟ مثلا في الأناطر الخيرية نروح، برضو خدتهم مرة لبنان ورحت هناك برضو في حتة اسمها بحمدون، كل يوم جمعة نطلع شارع الهرم في هناك محل بتاع سمك اسمه خريستو. فيعني النيل أحبه قوي، وأسوان أحبها قوي لأني بجد فيها صمت، جايينا من 5000-6000 سنة ولكنه صمت متكلم، يعني كده أحس بهذا الصمت بكلام وأسمعه وأحس به قوي، أحب أسوان خالص. تالي كمان نهر النيل هو الجمال اللي يعني الأستاذ عبد الوهاب ما بيهجروش أبدا عشان ما يفقدش متعته، مش كده ولا إيه؟ بحكم إن بس أنا بحكم إن أنا ساكن، ولو إن أنا ساكن عليه، يعني أنا أقدر أقول إن بيتي راكب النيل، لأني أنا دلوقتي زي ما أنت شايفة حضرتك، يعني لو الواحد يمد رجله شوية كده. ما أنا بقول هي الحقيقة لوحة أنا سعيدة بيها، يعني كان عندي حظ النهاردة إن أنا فعلا أشوفها. فالنيل ما في شك انه حاجه جميله جدا، الهرم، الاهرام، يعني بعتقد على انه هي مصر هي نيل وهرم، يعني اثنين مش ممكن الواحد يقدر يفرق بينهم. والاقصر واسوان طبعا، يعني في اماكن، يعني الاماكن دي زي الاشخاص، يعني ما اقدرش انا شخصيا اصادق البلاد. انا مثلا صادقت باريس، احب باريس جدا 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 جدا، اموت فيها وأعيش فيها حياة كده. يمكن اللي بيخليني أحبها كمان إنها لها في خاطري ذكريات تاريخية، يعني أنا كنت أحب نابليون مثلا قوي وقريت عنه كتير، فأروح الحتة اللي كان بيمشي تحتها اللي هو قوس الناصر كده وأتصور يبقى نابليون فات من هنا. سر حب كتاب لنابليون إيه أستاذ عبد الوهاب؟ المتناقضات اللي فيه العجيبة جدا، يعني راجل عسكري قوي، لماح، مقتدر، مبتكر في العسكرية، ابتكارات عظيمة جدا، شجاع جدا، مرعب جدا، رعب أوروبا كلها. فالواحد يعتقد على أنه مثلا ده راجل خشن وعسكري وبتاع، وإذا به تجديه راجل فنان يحب
ويموت في الحب ويبعت لحبيبته جوابات يبقى ميت فيها ويبوس رجلاها ويحب الفن ويألف رواية مرة في الأوبرا مش عارف، وكان يخترع موضات الستات، وبعدين له كلمات يعني أديب يعني الواحد يحفظ له كلمات قالها زي يعني في كلمات كتير مثلا أفتكر ابحث عن المرأة اللي هي بتاعت مثلا نابليون حاجة زي دي، يعني له كلمات الواحد يحفظها كده زي ما يحفظ كلمات لكبار الأدباء، يعني إنسان كامل. لو وقفنا عند لندن هنلاقي ذكريات ولا باريس تطغى؟ يعني ما رحت طبعا لندن، لكن يعني باريس الفنان يمكن يلاقي فيها متعته أكتر، لأنه الحياة فيها مش مقفولة زي لندن. لندن حياتها شوية جوة الأوتيلات ونوادي ومش عارف حاجة زي دي، لكن مثلا باريس فيها الجو أولا معتدل أكتر، فخلي الإنسان بقى يعني يقعد ويبقى متمتع بالناس وهم ماشيين، والناس دول بيبقوا زي الأمواج وده لأنهم عندهم أهاوي كثيرة جدا، لأن الجو بتاعهم كويس ويحبوا الأهاوي فعملين أهاوي، والأهاوي برضو على الصفة، في الصيف الإنسان يقعد تحت السماء وبالشتاء بتبقى تحت إزاز، فبيبقى له علاقة بالحياة نفسها اللي ماشية في البتاع. لكن في لندن الواحد هيقعد في أوتيل جوه لأن ما فيش أهاوي أبدا عندهم. أنا أنطونيو وأنطونيو أنا مالي روحينا عن الحب غنى. فلنبدأ إذن بالحديث عن المشوار الفني الطويل للموسيقار عبد الوهاب والذي كان صعبا وشاقا. لو تحدثنا عن المراحل المختلفة لهذا المشوار، ترى ما هي أصعب هذه المراحل؟ والله أنا يعني الحقيقة ما أقدرش أحط إيدي على صعب، ولكن أنا في مراحل لي من غير ما أحس بالضنة والتعب والعناء كانت مراحل أقدر أقول إنها كانت يعني حاسمة أو كانت مقدمة لمراحل أخرى. يعني أنا لي مراحل بيني وبين نفسي يعني تغيرت كثيرا، ولا أقدرش أقول إيه الأصعب، ولكن كل فترة الواحد بيعمل فيها حاجة يتصور إنها تكون نقلة بتبقى بالنسبة له عناء، ويعني فترة متعبة. لكن ما هي الأغنية التي تتذكر أنها كانت السبب أو الطريق لوصولك إلى المستمعين؟ الأغنية اللي كانت يعني إذا قلنا أنه في شهرة، يعني إذا قلنا أن إيه اللي شهرني بين الناس، أفتكر يكون هما ثلاث أغاني طلعوا مع بعض بالذات، يا جارة الوادي وخايف أقول اللي في قلبي وكلنا نحب القمر. لكن ده ما يمنعش أني أنا بعتبر ده مش الابتداء بتاعي، بعتبر الابتداء بتاعي الحقيقي هي قطعة سبقت هذه الأغاني وعنوانها على غصون البال، عصفورتان تتناجيان من كلام الأستاذ أحمد رامي. الفنان الموسيقار الأستاذ محمد عبد الوهاب، لو تحدثنا عن التطور الذي حدث في الآلات الموسيقية وظهور الآلات الجديدة المكهربة، هل سهلت هذه الآلات من مهمة التلحين والعزف، وهل كان ذلك على حساب التطريب؟ لا، هو ما كانتش على حساب، يعني هو الواحد اللي بيلحن في الواقع انه بيبقى هو المسؤول، يعني مش بتبقى الآلات هي المسؤولة. الآلة ما هي إلا من يمتلكها ويعزف عليها، يعني الآلة في ذاتها
لو اديتها آلة، لو اديت آلة عربية، لو اديت عود لواحد أوروبي هيضرب عليه أوروبي، ولو اديت لواحد عربي آلة مثلا أكورديون أو أورج أو جيتار هيضرب عليه عربي، لأنه العبرة باللي بيضرب بالعازف مش بالآلة. لكن لا شك إن الآلات اللي دخلت يعني عملت بحبوحة في الموسيقى المعبرة اللي بتصحب الأغاني أو حتى لا تصحب الأغاني، وأعطتها شيء من العناية المركزة للأرتيست. وأما التطريب أنا أعتقد أنه يعني ما كلمة تطريب دي كأنها شتيمة في الغناء العربي، يعني لا أقوالها، لأنه الطرب ده ضروري. يعني هم دايما يقولوا الطرب، يعني الطرب يعني مثلا الوصمة الكبرى اللي في الغناء العربي. طيب هو الناس يعني بتستمع أو بتستمتع بفن ليه؟ مش عشان تسعد وتستمتع، ما هو الاستمتاع ده طرب. فيعني طرب أهلا وسهلا به وموجود إن شاء الله. يقال أن الأغاني القديمة كانت تعتمد على قدرة المطرب نفسه وأداء، وأن هذه الآلات هي تعتبر آلات حديثة خرجت بها عن الموسيقى الشرقية القديمة. وده يرجع إلى قوة المؤدي وموهبته الصوتية. يعني إذا كان ربنا أنعم عليه بقدرة صوتية، يعني زي ما بيقولوا قماش واسع زي أم كلثوم، ما أم كلثوم مثلا أما الله يرحمها أما عملت معها، ما أدخلت أنا الآلات الغربية اللي بيقولوا عليها الأوروبية زي الأكورديون، مع إن أنا دخلت الأكورديون من زمان، لكن مع أم كلثوم بالذات اللي كانت لا تحتمل أدخلت فيها الأكورديون والجيتار. ومع ذلك لأن أم كلثوم لها قدرة صوتية، فالفنان بيتصرف في هذه المسافات الخارقة والقدرة قطعا مش زي أي مطربة أخرى. مثلا من المعروف أن الموسيقار عبد الوهاب كان يخشى ركوب الطائرة، هل تلاشى هذا الشعور الآن؟ ليه ما خافش؟ نفسي أعرف أنا ليه ما خافش. أنا إنسان قاعد مع ناس في ماسورة ماشية في الجبل، وماسورة من غير رجلين ومن غير أي حاجة، متصلة بالأرض أبدا طبعا إلا الله سبحانه وتعالى. طيب يعني إزاي ما خافش؟ يعني إيه الوسيلة اللي أفكر بها إنه ده شيء معقول يعني؟ وما زلت حتى الآن لا تركب الطائرة؟ لا، أصلا عندي ركبتها، لأنه أولا البواخر اختفت تقريبا، لأنه الطائرات نفستها منافسة خطيرة جدا بدرجة أنها قضت عليها، فبقت البواخر غير موجودة معدومة إلا إذا كانت بواخر بتاعت شحن وحاجة زي دي. فاضطريت والتوفير المدة الغريبة الزمن الغريب. يعني حضرتك بتركب الطائرة ليس عن اقتناع بل المضطر يركب الصعب. دلوقتي أنا عندي بقى المضطر يركب الطائرة. أنا سعيد جدا وشاكر الفضل على إن الإذاعة الجبارة العميقة إذاعة لندن تفضلت مشكورة بأنها تأخذ مني هذا الحديث. فلا شك إني أنا عارف وضامن صوتي حيذهب إلى أكثر من دولة وإلى أكثر من مكان في العالم بفضل استماع العالم كله إلى هذه الإذاعة الصادقة. وإلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من ذاكرة إذاعة، أعدها وقدمها لحضراتكم فؤاد عبد الرازق.
وكما اهتم عبد الوهاب بالموسيقى اهتم بالفنانين. تبلور هذا في تصريح جلي حفظته بي بي سي في أرشيفها للفنان الكبير. كان هذا التصريح بمناسبة توليه رئاسة نقابة الموسيقيين في عام 1955، وكان هو أول نقيب للنقابة المهنية، إذ كانت قبل ذلك نقابة عمالية غير مستقلة وتتبع وزارة الشؤون الاجتماعية. لنستمع إلى عبد الوهاب ما الذي قاله. أولا لابد من تدعيم الروح النقابية بين صفوف الموسيقيين، بمعنى أن العمل بالروح الجماعية لابد وأن تسود داخل النقابة وخارجها. ثانيا لابد من تمكين النقابيين الموسيقيين من العمل في شتى الميادين التي يحتاجون فيها إلى جهود الموسيقيين بدلا من الاستعانة بغير النقابيين طبعا. ثالثا الاهتمام بالمهنة الموسيقية ذاتها، وهذا بالطبع يتطلب مختلف الاتصالات، وكذلك ربط مصر بالتيارات الموسيقية العالمية. وبالجملة نرجو أن نتمكن من رفع المستوى الفني لفن الموسيقى ورفع المستوى الاجتماعي للموسيقيين، والمجال هنا بالطبع لا يتسع للتفصيل. إننا نهتم بالجيل الموسيقي الناشئ، فسنهديه من تجاربنا الشيء الكثير، وسنعمل على تمهيد الطريق له كي يسطع ويلمع وينجح ويفيد بلادنا مستقبلا. مجرد دخول الموسيقيين داخل البرلمان معناه اعتراف صريح بوضعهم الاجتماعي ومكانتهم في المجتمع، واعتقد ان هذا هدف عظيم من اهداف النقابة المهنية الموسيقية اللي سعينا اليه. كما انني يعني بحكم وجودي في البرلمان ساتمكن رسميا من تحقيق مبدأ رفع المستوى الفني للموسيقى والمستوى الاجتماعي للموسيقيين. وختام حلقتنا لقاء مع موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب في برنامج في الواحة، وفيه يتحدث عن ذكرياته مع أغنيات بعينها، ويختتم اللقاء بكلمة في حق البي بي سي. فلنبدأ إذن بالحديث عن المشوار الفني الطويل للموسيقار عبد الوهاب، والذي كان صعبا وشاقا. لو تحدثنا عن المراحل المختلفة لهذا المشوار، ترى ما هي أصعب هذه المراحل؟ والله يعني الحقيقة ما أقدرش أحط إيدي على صعب، ولكن أنا في مراحل إلي من غير ما أحس بالضنة والتعب والعناء، كانت مراحل أقدر أقول إنها كانت يعني حاسمة، أو كانت مقدمة لمراحل أخرى. يعني أنا لي مراحل بيني وبين نفسي يعني تغيرت كثيرا، ولا أقدرش أقول إيه الأصعب، ولكن كل فترة الواحد بيعمل فيها حاجة يتصور إنها تكون نقلة، بتبقى بالنسبة له عناء، ويعني فترة متعبة. لكن ما هي الأغنية التي تتذكر أنها كانت السبب أو الطريق لوصولك إلى المستمعين؟ الأغنية اللي كانت يعني إذا قلنا إنه في شهرة، يعني إذا قلنا إن إيه اللي شهرني بين الناس، أفتكر يكون هما ثلاث أغاني طلعوا مع بعض بالذات: يا جارة الوادي، وخايف أقول اللي في قلبي، وكلنا نحب القمر. لكن ده ما يمنعش إني أنا بعتبر ده مش الابتداء بتاعي، بعتبر الابتداء بتاعي الحقيقي هي قطعة سبقت هذه الأغاني وعنوانها على غصون الباب، عصفورتان تتناجيان من كلام الأستاذ أحمد رامي. الفنان الموسيقار الأستاذ محمد عبد الوهاب، لو تحدثنا عن التطور الذي حدث في الآلات الموسيقية وظهور الآلات الجديدة المكهربة، هل سهلت هذه الآلات من مهمة التلحين والعزف، وهل كان ذلك على حساب التطريب؟ لا، وما كانتش على حساب. يعني هو الواحد
اللي بيلحن في الواقع انه بيبقى هو المسؤول، يعني مش بتبقى الآلات هي المسؤولة. الآلة ما هي إلا من يمتلكها ويعزف عليها. يعني الآلة في ذاتها لو اديتها آلة، لو اديت آلة عربية، لو اديت عود لواحد أوروبي هيضرب عليه أوروبي، ولو اديت لواحد عربي آلة مثلا أكورديون أو أورج أو جيتار هيضرب عليه عربي، لأنه العبرة باللي بيضرب، بالعازف مش بالآلة. لكن لا شك إن الآلات اللي دخلت يعني عملت بحبوحة في الموسيقى المعبرة اللي بتصحب الأغاني أو حتى لا تصحب الأغاني، وأعطتها شيء من العناية المركزة للأرتيست. وأما التطريب أنا بعتقد أنه يعني ما كلمة تطريب دي كأنها شتيمة في الغناء العربي، يعني لا أقوالها، لأنه الطرب ده ضروري. يعني هم دايما يقولوا الطرب، يعني الطرب يعني مثلا الوصمة الكبرى اللي في الغناء العربي. طيب هو الناس يعني بتستمع أو بتستمتع بفن ليه؟ مش عشان تسعد وتستمتع، ما هو الاستمتاع ده طرب. فيعني طرب أهلا وسهلا به وموجود إن شاء الله. يقال أن الأغاني القديمة كانت تعتمد على قدرة المطرب نفسه وأداء، وأن هذه الآلات هي تعتبر آلات حديثة خرجت بها عن الموسيقى الشرقية القديمة. وده يرجع إلى قوة المؤدي وموهبته الصوتية. يعني إذا كان ربنا أنعم عليه بقدرة صوتية، يعني زي ما بيقولوا قماش واسع زي أم كلثوم، ما أم كلثوم مثلا أما الله يرحمها أما عملت معها، ما أدخلت أنا الآلات الغربية اللي بيقولوا عليها الأوروبية زي الأكورديون، مع إن أنا دخلت الأكورديون من زمان، لكن مع أم كلثوم بالذات اللي كانت لا تحتمل أدخلت فيها الأكورديون والجيتار. ومع ذلك لأنه أم كلثوم لها قدرة صوتية، فالفنان بيتصرف في هذه المسافات الخارقة والقدرة قطعا مش زي أي مطربة أخرى. مثلا من المعروف أن الموسيقار عبد الوهاب كان يخشى ركوب الطائرة، هل تلاشى هذا الشعور الآن؟ ليه ما خافش؟ نفسي أعرف أنا ليه ما خافش. أنا إنسان قاعد مع ناس في ماسورة ماشية في الجبل، وماسورة من غير رجلين ومن غير أي حاجة، متصلة بالأرض أبدا طبعا إلا الله سبحانه وتعالى. طيب يعني إزاي ما خافش؟ يعني إيه الوسيلة اللي أفكر فيها إنه ده شيء معقول يعني؟ وما زلت حتى الآن لا تركب الطائرة؟ لا، أصلا عندي ركبتها، لأنه أولا البواخر اختفت تقريبا، لأنه الطائرات نفستها منافسة خطيرة جدا بدرجة أنها قضت عليها، فبقت البواخر غير موجودة معدومة إلا إذا كانت بواخر بتاعت شحن وحاجة زي دي. فاضطريت والتوفير المدة الغريبة الزمن الغريب. يعني حضرتك بتركب الطائرة ليس عن اقتناع بل المضطر يركب الصعب. دلوقتي أنا عندي بقى المضطر يركب الطائرة. أنا سعيد جدا وشاكر الفضل على إن الإذاعة الجبارة العميقة إذاعة لندن تفضلت مشكورة بأنها تأخذ مني هذا الحديث. فلا شك إني أنا عارف وضامن صوتي حيذهب إلى أكثر من دولة وإلى أكثر من مكان في العالم بفضل استماع العالم كله إلى هذه الإذاعة الصادقة. وإلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من ذاكرة إذاعة، أعدها وقدمها لحضراتكم فؤاد عبد الرازق.